اوعى تعاتب انسان ما بيحبكش، واوعى تعاتب انسان ما يحتملش العتاب، واوعى تعاتب انسان متكبر ومتعجر. الموقف يقلب على طول. على رأي الشاعر اللي بيقول: ودع العتاب فرب شر كان أوله العتاب. إنسان تعاتبه فالمسألة تزيد أكتر من الأول، والمسافة بينك وبين بعض توسع، وتخرجوا تقول يا ريتنا ما اتكلمنا. لو لقيت الشخص اللي قصادك مستعد يقبل العتاب عاتبه، زي ما السيد المسيح قال كلمة لطيفة جدا، قال: من له أذنان للسمع فليسمع. إذا كان له أذنان ممكن يسمعوا العتاب عاتبه، ملهوش أذنان للسمع بلاش، الحكاية هتقلب وتضر. عشان كده قلت المسيح كان يعاتب أحباؤه لأن أحباؤه يحتملون العتاب. حاجة تاني، لما كانوا في بستان جثيماني والمسيح كان في صراع شديد في البستان وطلب منهم أنهم يسهروا معاه فناموا، ثلاث تلاميذ من أحب التلاميذ إليه، إزاي عاتبهم المسيح؟ قال لهم: أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لألا تقعوا في تجربة. ثلاث مرات يقول لهم ما فيش فايدة. الكتاب بيقول: لأن أعينهم كانت ثقيلة. فإزاي عاتبهم السيد المسيح؟ قال لهم: أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لألا تقعوا في تجربة. يعني أنا بقول لكم الكلام ده لفايدتكم مش لفايدتي، مش اسهروا معايا لأن أنا محتاج لسهركم معايا، ده أنتوا اسهروا لألا تقعوا في تجربة. وفعلا وقعوا في التجربة، لأن بعد كده لما قبضوا عليه اللي هرب هرب واللي خاف خاف واللي أنكر أنكر ووقعوا في التجربة. ده قال لهم اسهروا وصلي لأن أنا قلت لكم إن الشيطان مزمع أن يغربلكم. يعني أنا مش بقول لكم الحاجات دي علشاني، أنا بقولها علشانكم. كويس إنك أنت لما تعاتب واحد تظهر له الفايدة اللي هو يحصل عليها مش الفايدة اللي انت تحصل عليها، دي قاعدة اخرى. والعجيب ان السيد المسيح في هذا العتاب اوجد لهم عذرا، قال لهم: معلش الروح نشيط اما الجسد فضعيف. يعني زي ما بيعاتب وبيعذر اللي قصاده، بيقول له: أنا عارف إن روحك نشيط بس جسدك ضعيف ما قدرتش تسهر. أدي أسلوب من العتاب فيه دفاع عن الشخص وفيه رقة. ما قالهمش صحيح عند الشدائد تعرفوا الإخوان، وأنا في الوقت اللي أنا تعبان فيه ومن أجلكم وأنتوا نايمين وأنتوا مش قادرين، ما فيش كلام شديد. خليك رقيق في عتابك عشان يقبل العتاب منك. ولو قدرت وانت بتعاتب تعذر اللي قصادك، ده انت لما تعذره وتقول له: انا عارف طبعا انك انت معذور في الموضوع ده، يقول لك: لا 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 انا غلطان. لكن لو انت قلت له انت غلطان يقول لك: انا معذور. الناس يقولوا العكس. حاجة تانية، مثلا التلاميذ وصيد السمك بعد القيامة،
تلاقوها في يوحنا 21 نزلوا يصيدوا سمك. السيد المسيح كان يقدر يقول لهم الله انا قلت لكم تعالوا ورايا فتبقوا صيادي الناس، رجعتوا تصيدوا سمك؟ ما احنا سبنا الشغلانة القديمة دي يوم ما تكرسنا. شاف وسكت ولم يعاتب. ده لو قال لهم رجعتوا تاني لصيد السمك وانا قلت لكم تصيدوا الناس كانوا ردوا عليه وقالوا له بالعكس يا رب، ده الناس هم اللي عايزين يصيدونا دلوقتي، مش احنا اللي نصيد الناس. لكن مررها وقال لهم عايزين تصيدوا سمك، ارموا على يمين السفينة هتلاقوا سمك كتير. وفعلا رموا على يمين السفينة طلعوا 153 سمك، لدرجة الكتاب بيقول كادت الشباك تتمزق من كثرة السمك. فاجتذبهم إليه، ما كانوش عارفينه، فيوحنا قال هو الرب بطريقة هادية لطيفة. لكن احنا عبنا ان احنا في العتاب لا ننظر سوى الى النقط السوداء فقط ونركز عليها، كما لو كان اللي قصادنا عمره ما عمل فينا جميل ولا عمره ما عمل فينا حاجة كويسة، ما فيش غير النقط السوداء وهي اللي نعاتب عليها. ليه كده؟ ده أحسن حاجة للعتاب لما تعاتب واحد تبتدي في الأول بالنقط البيضاء، تقول له يا فلان أنا عارف محبتك وعارف إنك أنت عملت معايا كذا وكذا وكذا وكذا، ولا أنسى جميلك في كذا وكذا، ولا أنسى عواطفك في كذا وكذا، ولا أنسى محبتك في كذا وكذا، بس يعني النقطة دي، وتخش في النقطة دي. وبعد ما تخش فيها تقول له انا عارف طبعا انك انت ما تقصدش، مش ممكن واحد في محبتك يقصد كده، بس يعني نتيجة ضعفي انا اتأثرت. يقول لك لا 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 مش ضعفك انا اللي غلطت. قل له العفو العفو العفو، انت ما غلطتش بس انا. العتاب يجي كده علشان يبقى مقبول. لكن اول ما تقابله تقول له اخيرا انكشفت، انا كنت فاكرك صديق ومحب ومتعمل فيا الفصل كده. انت اذا اردت ان تعاتب ابدأ اولا بالنقط البيضاء اللطيفة وزود فيها واثبت محبتك للي بتعاتبه. يعني لا تعاتب انسان باسلوب عداوة ولا تعاتب انسان باسلوب هجوم، لكن عاتبه باسلوب محبة ورقة ومديح فيقبل العتاب منك. زي ما السيد المسيح قال لهم الروح نشيط بس الجسد ضعيف.